انا هضرنا على لو ديبريديزم، ان كا ديالاش ديال دو جين انديبوندون، لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال هاد لي بارون اللي عطاونا اف 1 ديجا خدمناها، ياك يلاه هضرنا عليها دابا نيت. دابا علاش غادي ندوزو؟ غندوزو الان كروازمون ما بين اف 1 مع من مع اف 1 مزيان، تعرفك هادو عندك الداتا شو؟ ما عرفتهاش. شكرا. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نزوجو اف 1 مع اف 1. شنو هي اول حاجه قلت لكم على اف 1؟ اف 1 دائم هوموجين، الله يمسخك. وي اف 1 هوموجين ولكن في لو جينوتيب هيتيروزيغوت، دائما اف 1 تيكون ابريد. شنو هي ابريد؟ هي هيتيروزيغوت. شنو هي هيتيروزيغوت؟ ماشي دو راس بيور، لا ابريد ماشي هي راس بيور. ابريد هي غادي يكونوا دو دو زاليل مختلفين، لي زاليل ديالو ما كيتشابهوش. ابريد ما غاديش تلقى غرونتين غرونتين بوتي في بوتي في، لا غرونتين بوتي تر غرونتيل مثلا بوتي بي. وحنا غادي دائما اف 1 الى ابريد. كاين دي زيليمون لي غلطو هنا في لا كلاس، شنو ندير ليا اف 1 غرونتيل غرونتيل غرون جي غرون جي، غلط هذاك راه دو راس بيغ. وحنايا اف 1 راه عندنا ابريد، دونك لو كروازمون اللي غادي نخدمو به غادي نديرو اف 1 مع من مع اف 1. هاد اف 1 هذا الاولاني كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون غرونتيل غرون جي، حيت كاع اف 1 اللي خدمنا بهم كيفاش غادي يكونوا؟ ليس اي اي جون. الله يعطيك الصحه. دونك غادي نديرو هنايا غرونتيل غرون جي غرون تيل غرون جي، ياك غادي معايا. دابا هذا شنو غادي يتسمى لنا؟ يتسمى لنا لو فينوتيب. علاش غادي ندوزو؟ مزيان لو جينوتيب، لو جينوتيب هو لا ريبريزونطاسيون ديالاش ديال لي زاليل. مزيان، إذا غادي نجيو وغادي نديرو أربعة ديال لي كروموزوم، دو بير هنايا ودو بير هنا. بحال قلتي لا بروميييغ بير ديال لا فورم، لا دوزيام بير باش تهتم باش باش بلا كولور، صافي تفاهمنا؟ نفس الحاجة ديال القبيلات. دابا شنو غادي نديرو؟ واش عندي الحق ندير غرونتيل غرونتيل؟ لا، حيت اف 1 إلي إبريد، غرونتيل بوتي تر و غرون جي بوتي في، نفس الحاجة غرونتيل بوتي تر غرون جي بوتي في. شنو قلت لكم باش نصاوبو لي غامات؟ باش نصاوبو لي غامات مناش كندوزو؟ مزيان، برافو عليك، كنقسمو على جوج، كندوزو مناش من دو زان لاش الان، دونك كتكون اون ريدكسيون ديالاش ديال لا فورمول كروموزوميك من دو زان الان. دونك داكشي اللي عندك في لي كروموزوم كتقسمو على جوج بكل بساطة، داكشي اللي كيكون عندك في لي كروموزوم كتقسمو. شحال عندي هنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا عندنا أربعة د لي كروموزوم، اللي نقسمو على جوج شحال غادي تولينا؟ تولينا جوج. دونك لي غامات شنو غادي تكون فيهم؟ جوج ديالاش ديال لي كروموزوم. باش ما ندوخش شنو كنديرو؟ كندور عليهم بحال هكا. غير هو المشكل اللي كاين، شحال عندنا من غامات؟ هذا هو السؤال اللي كيتطرح، شحال عندنا من غامات؟ دابا كنعطيو احتمالات، راه في الاول كتكون صعيبه ولكن غادي تولفوا هذا الشيء، غادي يولي يجي عادي جدا، مع شويه النصائح ما تبقاوش غلطوا في هذا الشيء. دو غامات، شنو هاد دو غامات؟ واخا قالت لنا لو بروميي غامات هي انها اخترت لنا ال مع جي، صحيح، ها هي ال مع جي، ما كاينش مشكل. صحيح. الاحتمال الثاني اللي كاين شنو غادي يكون؟ بوتي تيغ مع من مع بوتي في، بوتي تيغ مع بوتي في. اذا صافي هذا الشيء اللي كاين 50 50، مازال احتمال واحد اخر، ومازال ان اوتر ثاني واحد لوكا واحد اخر. اي الا كيفاش ال مع ار؟ واش حنا عندنا غاميت هذه اون بير دو كروموزوم ولا هاد ال ار؟ هادي اون بار دو كروموزوم. هما شنو قالك؟ غادي نشدو غرون تيل مع بوتي تيغ اللي هي كتشكل لي اون بار ونحطها في لي غامات. واش لي غامات يبقاو ابلويد؟ راه هادو دو كروموزوم هومولوغ. نتوما قلتوا لي هادي دو كروموزوم هومولوغ غرون تيل مع بوتي تيغ، بغيتو تشدوهم وتحطوهم في غامات، ما يمكنش. لي كروموزوم هومولوغ كينفصلوا. الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع راه ساهل، انت حاول تعقل عليه، حيت هادشي اللي تيكون في الوطني. شنو غادي دير؟ كاين غرون تيل تقدر تمشي مع غرون جي مع لو جون، او غرون تيل تمشي لنا مع من مع بوتي في، صافي توحيد المقامات. هذه تنقول للدراري دائما عارف توحيد المقامات، باش كنوحدوا المقام كنضرب عقل على توحيد المقامات. دابا اي تلميذ كيخدم معاه في دوزيام باك كنوصل القضيه ديال لي غامات كنصاوب له مات جوج، شنو تيقول لي؟ كاملين توحيد المقامات، زعما راك نسيتي انك ما خدمتيش ضربتي هدف هذا وهدف هذا. دونك ها هي غادي تكون ثاني، غيكون لو ثوازيام غامات غرون تيل مع بوتي في، والاحتمال الاخر بوتي تيغ مع غرون جي. بوتي تيغ كنحترم الترتيب هنايا، هنا لا فورمول هي لا كولور، بوتي تار غرون جي. لو بورسونتاج اللي غادي يكون هنا هو شحال؟ 25 25 25 25%. ولا يمكن لك دير ان كار ان كار ان كار ان كار، واحد على اربعه، واش ما كاينش مشكل.
سير زعما بلي فهمتوا هاد القضيات ما فهمتيش. واخا واخا كاين اللي قال سالك كاين اللي قال لك عنده مشكل، معليش حنا غادي نحاول نشرحوها. نعاودوا بشويه عافاك. اف ان، اف ان كيفاش تيكون؟ واش هيتيروزيغوت ولا هوموزيغوت ولا شنو؟ تيكون هيتيروزيغوت، مزيان، غادي يكونوا عنده دي زاليل اللي غادي يكونوا مختلفين. هبريد، شحال عندهم كروموزوم؟ عنده 4. دونك بحال قلتي هنا دو زين كتساوي لنا 4. شنو خاصني ندير باش نصاوب لي غاميت؟ كنقسموا على جوج. اذا كل غاميت شنو غادي يكونوا فيه؟ جوج ديالاش ديال لي كروموزوم، دو كروموزوم. مزيان، دابا كنعطيو الاحتمالات اللي ممكنه، الاحتمالات اللي غادي تكون ممكنه باش نصابوا لي غاميت. دونك هنايا لانديفيدو الاول، عفوا لو غاميت الاول، شنو يقدر يعطينا؟ غران تيل غران جي، هذا هو الاحتمال الاولاني. ها هي غران تيل غران جي، بحال قلتي احنا دينا اليل ديال ليس مع اليل ديال جون، هذا فاطمه زهره معايا. الاحتمال الثاني شنو هو؟ بوتي تير بوتي، بان الغاميت شنو غادي يكون فيه؟ لاليل ديال لو ديال لا فورم ريدي مع لو فير. شنو هو الاحتمال الثالث؟ هي غران تيل غران تيل بوتي في، زعما يقدر يكون في اليل ديال لا فورم ليس مع لو فير. والاحتمال الرابع غادي يكون بوتي تير مع غران جي. دونك دائما في الديبريديزم اف ان ما كيعطيش دو غاميت ولا ان سول غاميت، تيعطينا 4 ديال لي غاميت دائما في اي وطني في الديبريديزم اف 1 سواء في دو جين ليي سواء في دو جين انديبوندون. اف 1 كيعطينا 4 ديال لي غاميت، نعقلوا عليها صافي. وكيفاش كنجبدوا هاد لي غاميت؟ كنجبدوهم باش غران تيل مع غران جي، هادو اللي الفوق كناخذ هادو اللي لتحت، وديك العمليه ديال توحيد المقامات اللي كديروا في الماط، كتقولي هادي في هادي وهادي في هادي. دونك عندنا 4 ديال ليكا. دونك اف 1 ديبريديزم اللي هو هبريد كيكون قادر انه يعطي لي غاميت 4 لي غاميت تيكونوا متساوي 25 25 25. واش مزيان؟ غادي ندوزو للحاله الثانيه، وهادشي خاصكم تعقلوا عليه، الله يرحمه غادي نحاولوا تعقلوا عليه. دابا الحاله الثانيه شنو هي؟ هي اف 1. اف 1 الاخر شنو غادي يعطينا؟ حتى هو نفس الحاجه غران تيل غران جي، ياك فاطمه زهره. شنو هو الاحتمال الثاني؟ بوتي تير بوتي في، يبان لكم في الاولى شي شويه صعيب، وغادي تكون ال بوتي في مزيان، وعاد بوتي تير غران جي. بوتي تير مع من؟ مع غران جي. وشويه ما كاينش مشكل صافي. اذا هنا غادي تكون 25 25 25، هنا ثاني 25 25 25 25. دونك شنو هما المعلومات الاساسيين دابا اللي خاصنا نعقلوا عليهم؟ ان اف 1 دائما تيكون هبريد هيتيروزيغوت. ان اف 1 شنو كيعطينا؟ 4 ديال لي غاميت صافي، ماشي كيعطيني جوج. وكل غاميت شنو كتكون فيه؟ كتكون فيه جوج ديال لي كروموزوم، الا بدينا ب 4 ديال لي كروموزوم. هنايا هاي دابا اف 1 شنو عنده؟ 1 2 3 4 4 ديال لي كروموزوم، كنقسموا على جوج كيبقاو لنا غير جوج، جوج ديال لي كروموزوم ما كاينش مشكل. الاغلبيه ديال التلاميذ شنو كيديروا؟ كيجي وكيكتب لك في لي غاميت، هذا هو الخطا اللي كيديروا كاملين. تيوك عندنا 4 ديال لي غاميت، ولكن شكون هما؟ غران تيل بوحده، بوتي غران جي، بوتي تير بوتي في، صافي تفهمنا؟ مزيان استاذ ما كاينش مشكل. واخا دابا واش سالينا؟ مازال. شنو مازال لينا؟ مازالنا لي شيكي دو كروازمون، ولي شيكي دو كروازمون شحال غادي تكون فيه من كاز؟ 16 كاز. لي شيكي دو كروازمون هو اللي كيعاوننا باش كنعطيو لي كا بوسيبل ديال لا فيكونداسيون، الابناء كيفاش يكونوا. اف ام مع اف ام ملي تزوجوا شنو غادي يعطيونا؟ يعطيونا اف اف 2. اف 2 كيفاش نحصلوا عليها؟ من لي شيكي دو كروازمون. غادي نمحي هادشي وغادي نصابوا لي شيكي دو كروازمون. لي شيكي دو كروازمون شويه فيه تماره ولكن ما فيها باس، خاصنا نكتبوه باش نعقلوا عليه. الله دونك لي شيكي دو كروازمون حنا غادي نحاولوا نمثلوه. هنا شنو غادي نديروا؟ نديروا لي غاميت مال، وهنا لي غاميت فيميل. مزيان، شحال غادي يكون عندنا من غاميت فيميل؟ غادي يكونوا 4. مزيان، وشحال ديال لي غاميت مال؟ غادي يكونوا 4. مزيان، ها انت شوف هادشي دابا اللي غادي ندير واش صحيح. شنو واش كاين شي مشكل ولا هادشي غادي فيه مزيان؟ خاص يكونوا جوج ديال لي كروموزوم. دابا هادو ربي لي غاميت هادو ديال ديبريديزم، تتشوف مساكن لي غاميت فيهم جو ضعافين، وغادي تقول بان وهذا هو الخطا اللي كيدير التلامذه. شتي دماغه اوتوماتيكمون بان ليه بان هادشي منطقي، حيت ديما الدماغ تيمشي تيقلب على الحاجه اللي ساهله. لا، كل غاميت غادي يكونوا فيه جوج ديال لي كروموزوم، جوج 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 صافي. واحد واحد لاليل ديالاش ديال لا كولور، وواحد ديالاش ديال لا فورم. دونك غادي نمحيو هاد التخربيق هذا، شتي ها هو السر اللي حصل.
دونك الجواب اللي صحيح هذا السيريال، وهذا الشيء راه اي واحد يقدر يفهمه، اي واحد يقدر يفهمه، يمشي عاود يخدم شويه دي زيكزارسيس والله تتفهم هذا الشيء راه بسيط. هنا غادي تكون اول حاجه غرونتيل غرونجي، نعاودو من هنا باش ما ندوخوش غرونتيل غرونجي. هنا غادي نديرو مثلا بوتيتير بوتي في بوتيتير بوتي في، وهاد لي سيمبول كيتغيروا اون فونكسيون ديال ليكزارسيس. نزيدو نكملو ثاني، هنا غادي تكون غرونتيل بوتي في غرونتيل بوتي في، وغادي تكون بوتيتير غرونجي بوتيتير غرونجي. اذا لي زانديفيدو اللي غادي يكونوا عندي هنايا لداخل في هاد 16 كاز، هاد 16 كاز كامله شنو يكونوا فيها؟ يكونوا فيها لي زانديفيدو ديال اين جينيراسيون اف 2 اف 2 صافي مزيان. اذا دابا شنو غنبقاو نديرو؟ غادي نبداو نلاقيو تو سامبلومون، غادي نبداو نلاقيو. اطلق لنا غرونتيل، اطلق لنا مع غرونجيات، صافي برافو عليك. غادي نديرو غرونتيل مع غرونتيل، ليس مع ليس، و جو جون دو براسو تالي بوحدو ها هي غرونجي. مزيان، شنو هو شنو غادي تعطينا في لو فينوتيب؟ غادي نجي ونكتب هنايا ال جي ياك ايناس. علاش درنا غرونتيل غرونجي؟ حيت هنايا شكون اللي غادي يبان؟ ليس. وهنايا جون، هذا لو جينوتيب وهذا لو فينوتيب، نبقاو غادي بحال هكا. هنا غادي تلقى لنا غرونتيل مع بوتيتير و غرونجي مع بوتي في، شكون اللي غيغلب؟ شوف هنا دومينونس ابسولو غرونتيل غرونجي. هنا ثاني غادي تجمع لينا غرونتيل مع غرونتيل و غرونجي مع بوتي في، اش غيبان لنا هنايا؟ ال ال جي ال بوتيتير غرونجي غرونجي، غادي تبان لنا ال. فاهمين اش كندير ولا لا؟ صافي فاهمين اش كنديروا ياك؟ مزيان. نفس الحال، نعم، من الاحسن من الاحسن شنو مولفين كنديروا؟ لي دومينو هو اللي تيكون الفوق، بحال قلتي اون ابيتود ولات عندنا كامله هذه القاعده هذه، اننا داك الشيء لي دومينو تيكون الفوق. ولكن الا مشيتي قلبتي راه ماشي مشكل، دير بوتيتير هي الفوق وغرونتيل تحت مثلا، ولا تقلبهم راه عادي. هي من الاحسن دائما الدومينو هو اللي يكون الفوق. هنا ثاني غادي تجمعوا لنا، ديروا هكا باش من الخدمه ديال المعاكيز، غادي تلقى لنا هنا ثاني غرونتيل غرون جي بوتيتير بوتي في، غادي نسربيو شي شويه بوتيتير بوتيتير بوتي في بوتي في، هنا غرونتيل مع بوتيتير، ياك فاهمين اش كنديروا؟ مزيان، بوتيتير بوتيتير غرون جي مع بوتي بوتي في، شنو غادي يبانوا لنا هنايا؟ اتبان لنا ال جي. هنا بوتيتير بوتي في، هنايا ال بوتي في، وهنايا بوتيتير غرون جي. صافي حنا خدمنا لا موتي، بحال هكا كنبقى غادي نهار الامتحان. نفس الحاجه ثاني، عاوتاني الخدمه ديال المعاكس، هنا غرونتيل على غرونتيل، غرون جي على بوتي في. واش دختي؟ شنو كنبقاو نديرو؟ كنلاقيو لي غاميت مال مع غاميت فوميل، هادي اللي هنا هي اللي غادي نحطها هنا، وهادي غادي نلاقيو. هنا شنو تجمع ليا غرونتيل مع بوتي تير؟ شنو ثاني؟ بوتي في مع بوتي في، فهمتي شنو كنديرو ولا لا ايناس؟ تنبداو غير كنلاقيو، لا لي ماجيسكول هو اللي كنديروه الفوق، واخا تقلبيهم ماشي مشكل، غير حنا ولفنا كنديرو لي ماجيسكول هو اللي غادي يكون عندنا الفوق. هنا ثاني غرونتيل غرونتيل بوتي في بوتي في، غرونتيل بوتي تير غرون جي بوتي في. لو فينوتيب لي غايبان لنا كالعاده ال جي ال في ال في ال غرون جي، ياك صافي. وعاد اخر حاجه باش نساليو، ما صعيبش بزاف ياك، البدو هو اللي تيكون شي شويه صعيب. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هنايا غرونتيل بوتي تير غرون جي مع غرون جي بوتي تير بوتي تير بوتي في بوتي غرون جي مع بوتي في. شنو غادي تقول جمال عافاك يدخل؟ راه هو في الباب، قول لي عافاك يدخل. غرون جي بوتي في، هنا ال ال مع بوتي تير دخل، ال مع بوتي تير و غرون جي مع بوتي في، بوتي تير بوتي تير غرون جي غرون جي. هادشي صح اللي درنا ولا لا؟ كاين فين 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 قلبت شي حاجه؟ ثالثه ثالثه ها هي غرون جي مع بوتي في، صحيحه صحيحه ياك، واخا ماشي مشكل. هنا شنو غادي يطرى؟
هيا LG هنا petit r grand G هنا تاني L LG وهنا يا petit r grand G صافي شي شحال في ديال التمارة ولكن كان ضروري اننا غادي نكتبوه حيت خاصني نوريكم كيفاش كيتخدم ماشي غير نوريكم ايماج ولا مثلا شي دوكيومون وك صافي هكا كيفاش كيتخدم بحال هكا شتوني كيفاش ضربنا تماره باش نوصلوا لهذا الشيء دابا هاد التماره حنا سالينا شنو خاصنا نعطي خاصنا نعطيو لو ريزولطا ديالها كل حاجه ولو بورسونتاج ديالها شحال فينوتيب عندنا 4 ديال لي فينوتيب برافو عليك 4 ديال لي فينوتيب هاد لي فينوتيب هما كاين ال جي الفينوتيب الثاني شنو غادي يكون بوتيت ار بوتي في مزيان ال ال ار الله يمسخك ال في وعاد عندنا بوتي تر غرون جي شتي كيفاش خدمنا صافي غادي نبداو بلو بورسونتاج ديال كل وحده كل وحده نكتبوها انا باش تبقى باينه في الكاميرا ها هي انا اف 2 غادي نكتب لو بورسونتاج من هاد الجهه دابا هنايا شحال عندي من كاز 16 كاز اذا القسمه غادي تولي لنا علاش على 16 اي حاجه غادي نقسموها علاش على 16 فاهمين اش كندير ياك القسمه دابا ولات على 16 حيت عندنا في التوتال 16 كاز شنو خاصني ندير غرونتيل نحسب غرونتيل غرون جي غرونتيل غرون جي احنا باش نحسبوهم غادي نبقى نضرب ياك ها هي غرونتيل غرون جي ها واحد ياك ها جوج ثلاثه ها اربعه ياك خمسه ها هي غرونتيل غرون جي ها هي سته مزيان وهذه مسكينه ها سبعه مزيان ها ثمانيه وعاد عندنا 9 اذا ال جي شحال تعاودت من مره 9 من اصل شحال من كاس 16 كاس 9 سور 16 صافي كتحسب بحال هكا الا كاينه شي طريقه اخرى قول لي لا تنحسبوا كل كاس شنو فيها ال جي شحال تعاودت من مره 9 على 16 غادي ندوزو دابا لاش ندوزو مزيان ار في ار في شحال تعاودت من مره مره وحده اذا هي غادي تكون 1 سور 16 مزيان L grand L petit V غادي نلقاو بان grand L petit V ها وحده ها جوج ها ثلاثه غادي تكون هي شحال هي 3 على 16 و petit R grand G لا ها واحد ها جوج وها ثلاثه هي 3 على 16 صافي تفهمنا واش مزيان صافي دونك 9 سور 16 1 سور 16 3 سور 16 3 سور 16 دابا تخيل معايا واحد القضيه انهم مثلا عطاونا واحد الوطني وسمع عافاك هادشي اللي غادي يقولوا عطاوك واحد الوطني وداك الوطني عاطي لك اف ام مع اف ام ديبريديزم بعدا غير كتشوف اف ام مع اف ام فشي وطني ديال ديبريديزم اوتوماتيكمون دو جين انديبوندون صافي هذه هي النقطه الاولانيه على حسابي اف ام مع اف ام في ديبريديزم بلا ما تفكر هذوك راهم دو جين انديبوندون حيت في دو جين ليي ما عمرهم ما يعطوك اف ام مع اف ام في دو جين ليي دو جين ليي ما كتكونش اف ام مع اف ام دو جين انديبوندون في ديبريديزم هما اللي كيعطيونا فيه اف ام مع اف ام واش ما كاينش مشكل حاجه اخرى شكون اللي كياكد لينا باللي عندنا دو جين انديبوندون واش انت نهار الوطني غادي يحن فيك ويقول بان عندنا دو جين انديبوندون ما غاديش يقول لها بان عندها دو جين انديبوندون خاصك انت تستنتجها باش تستنتجها بان لي ريزولطا اللي عندك شعاطينا فيهم 9 على 16 1 على 16 3 على 16 4 على 16 غير كتشوف هاد لي بروبورسيون اوتوماتيكمون شو كتستنتج دو جين انديبوندون نعطيك مثال بحال 1 سور 3 2 سور 3 شنو المعنى ديالها جين ليطال الا شتي فشي وطني 9 على 16 3 على 16 4 على 16 1 على 16 دو جين انديبوندون صافي ها انتم بديتو كتحفظوا واحد شويه الا لقيتي واحد على 3 جوج على 3 شنو المعنى ديالها جين ليطال ولكن الا لقيتي هاد لي فالور هاد لي بروبورسيون دو جين انديبوندون حيت هادو باش متعلقين بدو جين انديبوندون ماشي دو جين لي هادو ديال دو جين انديبوندون اما تلقاو هاد لي بروبورسيون ولا تلقاو لي بورسونتاج الله يعطيك الصحه بعض المرات في وطنيه تيعطيونا لي بورسونتاج 9 على 16 الا بغيت نعرف البورسونتاج ديالها شنو غادي ندير ولكن المجموع هو 16 هي يعني 9 مقسومه على 16 مضروبه في 100 شحال عطاتنا شحال عطاتنا عطينا 56 فاصلة شوفوا لنا شحال 9 على 16 مضروبه في 100 فاصلة 25 دونك هذه شنو غادي تكون كتساوي لنا تساوي لنا 56.25% دابا علاش عطيتكم هاد 56 حيت في الوطني راه ماشي بالضروره يعطيك 9 سور 16 اللي يقدر يعطيك 56% وانا غادي نوريكم دي زيكزومبل واش فاهمين اش كنقول ولا لا راه ماشي بالضروره يعطوك هاد لي بروبورسيون 9 سور 16
يعطيك 56% وانت خاصك تكون عارف بان هي اللي كتمثلنا في سور 16 اوتوماتيكمون دو جين انديبوندون. واحد على 16 هي شحال؟ 0.25. مزيان. 3 على 16 8 واقيلا 18. نسيت على هادشي. تقريبا 18% و3 غادي تكون تقريبا حتى هي 18% 18. شي حاجه ممكن لقيتي في شي وطني دي بغيديزم وعاطيك بان اف 2 فيها 56% 6% 18 اوتوماتيكمون دو جين انديبوندون. شكون اللي ما فهمش شي حاجه؟ ما دوختكم فاش دختي انا كنعطيك غير اكزومبل. ملي قلت لك جيل ليطال شنو المعنى ديالها؟ دابا باش ولينا كنعرفوا جيل ليطال مزيان. كيفاش عرفتي ديك واحد على ثلاثه؟ حيت خدمنا واحد ليكزارسيس وليتي دابا دماغك مبروغرامي على علاش؟ على ان 1 سور 3 2 سور 3 جيل ليطال. حتى دابا بغيتك تبروغرامي دماغك وتعقلي على هاد لي بروبورسيون باش غير نهار تشوف فيهم في الامتحان اش غتقولي؟ قرينا واحد النهار مع واحد السيد اي انا شنو كنعطيكم كاع الحالات راه حيت شحال وساتيوك غير 2 سور 3 1 سور 3 عقل عليها. ولكن انا تنقول نهار الوطني تقدر تلقى 66% 33%. انا كنعطيك الحالات كاملين اللي ممكن انهم يتحطوا. وتصوري انا عطيتك 2 سور 3 وما عمري ما لقيت 66% انا راه تلقى 66% دوخي ولا لا؟ غادي تدوخي. دونك انا كنعطيكم كاع لي كاب بوسيبل. دونك غير تشوفي 9 سور 16 1 سور 16 3 3 سور 16 دو جين انديبوندون. اما كيعطيو هاد لا فيرسون ولا كيعطيونا لو بورسون.